فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت إمام مسجد أثناء الإقامة للصلاة يرفع يديه ويدعو، فلما سألته قال إن الدعاء قد ورد أنه مقبول عند إقامة الصلاة، فهل هذا صحيح؟ اللي ورد أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أما حال الإقامة يتابع المؤذن، يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. نعم.